سؤال: ما الفرق بين الفلوس التي بالفوائد وفوائد البنك والأرض المرموق؟ لأني أمتلك ذهب قيمته 6000 جنيه، وبما أنني أعيش مع أبي حالته المادية صعبة جدا، فكرت إني أبيع الذهب وأشغل الفلوس بالفوائد وأصرف على نفسي. هل تشغيل الفلوس بالفوائد حرام أم حلال؟ كون أن صاحب السؤال يشغل الفلوس بالفوائد عن طريق التجارة مش حرام، لكن بالفوائد يعني بالفايض يبقى مش صح، بالربا يعني. أما ربا البنوك فيختلف عن كده. البنوك كل الفلوس التي تودع فيها بتشغلها في مشروعات وصناعات وتجارات واستثمار، فبتكسب، فبيكون اللي بيدفع الفلوس شريك في رأس المال. لكن الربا الكتاب المقدس بيحرمه.